عناوين الصحف اللبنانية لليوم الجمعة 8 من آذار 2024. صحيفة النهار: الخماسية تؤيد الاعتدال والحزب يلوح بالمرونة. لقاء وفد كتلة الوفاء للمقاومة وعون تناول تبادل المواقف من تبينات الفريقين. مفاوضات القاهرة إلى الاثنين وواشنطن تنشئ ميناء مؤقتا لغزة. صحيفة نداء الوطن: الحزب يجبر في الرابي ويكسر في حارة حريك. الخماسية تنوع أولوياتها. وقف النار أولا. إسرائيل: نستعد لاحتمال الحرب الشاملة في لبنان. صحيفة الجمهورية: الخماسية تستعجل انتخاب رئيس. لماذا بادر الحزب نحو عون؟ صوم عن الأكل أو صوم عن القتل؟ صحيفة اللواء: مخاطر الحرب تلوح في رمضان والخماسية تدعم مبادرة الاعتدال. حزب الله لرأب الصدع مع عون وبسيل يهدد بالثورة والخلاف يتجدد بين سليم وقائد الجيش. بايدن يواجه نتنياهو: سنمنع استخدام السلاح الأمريكي في الهجوم على رفح. صحيفة الأخبار: نهاية مفاوضات القاهرة. المقاومة ترفض صفقة ملغومة. مهمة هوكشتين مجمدة وحزب الله يتجاهل تهديدات العدو. المسرح اللبناني يتذكر معلمه الراحل في مونو ريمون جبارة صانع الأحلام. صحيفة الديار: واشنطن لمنع إسرائيل من الخطيئة. تعثر التفاوض هل يؤدي إلى حرب شاملة؟ حزب الله يشكك ويكتشف ثغر العدو. نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية. ارتياح متبادل بعد لقاء الرابي واجتماع الخماسية شكلي ولا جديد رئاسيا. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.